كده؟ أما صحيح ما عندكيش كرامة؟ لا بتتهربي مني أنا عشان الواد ده؟ أنت إيه اللي جابك ورانا؟ ده أنتوا اللي جايين ورايا. حبيت بس أجي أفتكر الأيام الحلوة وأنت مرمية في حضني وسالم مرمي تحت رجلي بيكرست الحجارة. ها لسه بتعرف تكرس ولا ايدك نعمت يا سالم؟ ما تخلص بقى وما تخنقنيش. لازم تعرف يا حبيبي ان الواد اللي كان بيقعد تحت رجليك ده قام وشد ووقف على حيله، ودلوقتي بقى عنده مليون صبي بيعملوا له الف حساب. ولولا انك في بيتي انا كنت بعترت كرامتك وهزقتك وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليك. ايوه كده يا فاني، دافع عن نفسك ونديك كلمه اديله 10. اخرسي يا فجره يا المامه. ما تتقل بقى. على فكره كلامك ده لا ياكل ولا يصرف معايا. الست دي معايا يعني في حمايتي وتخصني، واذا كنت استحملت كلامك الرزل وطوله لسانك فالحد كده وكفايه يا حبيبي، بدل ما هزقك وبعطر كرامتك وخليك ما تسواش ثلاثه تعريفه. تهزق مين يالا؟ انت هتنسى نفسك يا سالم ولا ايه؟ اتلم. اعلام في خيلك اركبه بس اوعى تقع من فوقيه. يلا يا اخويا. يلا حبيبي يلا، ورانا قعدة أنس وفرفشة، ما احناش ناقصينك. كان نفسي تسيبك من العنطازة دي وتعرف اني بقيت زي زيك، كنت وصلتك لغاية الباب برجلية. بس ما تستاهلهاش يا فتحي. برا برا برا. حتى تمن الرصاصة ما تستاهلهوش، بس وحياة أختك ده ندمك يا سالم. السلامة يا عيلة أمك. برافو عليك يا واد يا سالم، عرفت تدهم. إيه حكاية واد معاكي دي يا بت؟ أنا مش بالي عينيكي ولا إيه؟ ده أنا المعلم سالم على سن ورمح، كوم السمن كلها تعمل لي مليون حساب من كبيرها لصغيرها. أنت زعلت يا ننوس؟ ده أنا بدلعك يا واد. برضه هتقول لي يا واد تاني. حقك عليا يا سالم، يا سالم بيه. لا يا حلو، بعد كده ما يتقاليش غير المعلم سالم. ويلا، يلا عشان تقومي تهزلنا شوية. عايزين شوية فرفشة ورقص لغاية الصبح. يلا عينيا. سلمت عينيكي. ماشي يا فتحي، ماشي يا حالة أمك. ست بهيجة يا ست بهيجة، العربية جات. طب يا بنت بودني الأرنب دي ودي أذانهم. أيوة يا ست أم فتحي، عايزة حاجة أجيبها لك؟ ما تخليش إبراهيم يطلع، خده وديه على المغلق عشان جده عايزه. بس ابراهيم عايز يدخل في حمام. خلاص خليه يطلع يعمل هنا زي الناس وبعد كده ابقى اوديه.